كان هناك شاب يدعى علي. كان علي شابا عاديا يعيش في مدينة صغيرة. ذات يوم كان علي يتجول في الغابة عندما رأى شيئا غريبا. كان هناك ضوء ساطع يشع من بين الأشجار. اقترب علي من الضوء ورأى أن هناك ثقبا في الهواء. كان الثقب ضخما وكان هناك أشباح تطير من خلاله. كان علي مفتونا بهذا العالم الجديد. قرر أن يدخل من خلال الثقب ويبدأ مغامرة جديدة. وجد علي نفسه في عالم جديد. كان عالما مليئا بالأشباح. كانت الأشباح تأتي من جميع أنحاء العالم، وكانت هناك أشباح طيبة وشريرة. قابل علي العديد من الأشباح في العالم الآخر. قابل أشباحا كانت تحاول عبور إلى عالم الأحياء، وأشباحا كانت تحاول الهروب من الجحيم. تعلم علي الكثير عن العالم الآخر. تعلم عن تاريخه وثقافته وعاداته. واجه علي العديد من التحديات في العالم الآخر. كان عليه أن يتجنب المخاطر وحل الألغاز ومساعدة الآخرين. في إحدى مغامراته واجه علي شبحا شريرا كان يحاول السيطرة على العالم الآخر. تمكن علي من هزيمة الشبح الشرير وحماية العالم الآخر من الخطر. أصبح علي صديقا للعديد من الأشباح في العالم الآخر. تعلم الكثير منهم وساعدهم في حل مشاكلهم. شعر علي أنه وجد منزلا جديدا في العالم الآخر. كان سعيدا بوجوده هناك وكان يخطط للبقاء. ذات يوم رأى علي ثقبا آخر في الهواء. كان هذا الثقب يؤدي إلى عالمه. قرر علي العودة إلى عالمه، لكنه وعد أصدقائه في العالم الآخر أنه سيعود إليهم مرة أخرى. عاد علي إلى عالمه وقص مغامراته على أصدقائه وعائلته. لم يصدق أحد ما قاله علي، لكن علي كان مقتنعا بأنه رأى العالم الآخر. عرف علي أنه سيعود إلى العالم الآخر يوم